أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عامر بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. إن المتأمل ينظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الغنيمة بأنها باردة. البرودة هنا في وصف الغنيمة تناسب الجو الذي يكون في الشتاء وهو جو البرودة، فهذان متناسبان. والشتاء عموما فرصة لكل مؤمن في توطين هذه النفس على أعظم ما يعانيه الإنسان في العبادة، ما هو؟ الطعام الشراب والنوم. فيثقل على النفس أن تمنعها عن الطعام والشراب، ويثقل على النفس أن تبخس حقها ولو بعضا من الوقت في النوم، لأن النفس ميالة إلى الراحة وإلى التعب وإلى الأكل والشرب واللذة.